العلمين حاجة تحفة يعني. أنا مش حاسس حالي إني غريب لأنه بين أهلي وناسي. دكتور النهارده بنرحب بيك، حابين نعرف نفسك وتقدم نفسك في البداية. اهلا وسهلا، حياك الله. دكتور بدر عدسة، اخصائي تجميل اسنان بالرياض. والله لي الشرف اكون معاكم هنا، الله يخليكم. حلو جدا. انت بتيجي من الرياض للعالمين، ايه اللي شجعك على الخطوه دي وايه رايك في العالمين مبدئيا؟ العالمين حاجه تحفه يعني. انا مش حاسس حالي اني غريب لانه بين اهلي وناسي، احلى مكان في الدنيا، وبقول لكل العالم ما يضيعوش عليهم ما شاء الله. الشغله الثانيه اللي خلاني اجي هنا، اهتمام دكتور حنان والاختصاص تبعها في الموضوع والاهتمام تبعها معانا حاجة تحفة. النهاردة البنات يعني دايما الضحكة هي العنوان الجمال نقدر نقول، فهتركز انت قوي على الشكل وان السنان تمام ولا هيبقى ليك تفاصيل؟ انا اقطع بين الاثنين، الشكل والاسنان طبعا. يعني بيهمني علاقة الوش بالاسنان، مش الاسنان لا لحال ولا الوش لحال، مع بعض بيكملوا بعض طبعا، كمان لله بس برضه يعني. يعني دلوقتي انا بتشوف ان تجميل الاسنان بقى ارقام فلكيه بنسمع عنها، فايه الاسباب في ده؟ هو ارقام فلكيه ومتعب بس برضه يعني مش زي اول، لا دلوقتي متناول اليد يعني، مش زي اول صعب وغالي، لا حاجه حلوه دلوقتي يعني. مين فنانين اتعاملت معاهم؟ انا فنانين السعوديه اكتر. مين عندنا ريفان، عندنا ريماس منصور، عندنا دارين، عندنا اسماء حلوه يعني الحمد لله. على فين ان طول الوقت يعملوا برضه هوليوود سمايل هناك، وكل التفاصيل هناك منتشر اكتر من هنا، او اهتمامهم هناك الفنانين بيهمهم الموضوع ده اكتر، بيحبوا خصوصا السنابر المهتمين بتصوير سناب شات والانستغرام، هذول او البلوجر نحكي عنه يعني، على طول لازم ابتسامة قبل اي مشروع بحياته. الابتسامة الضحكة الاولى. مين الفنانة اللي نفسك انك تبقى الدكتور الخاص بتاعك؟ حد معين مفيش صراحة، بس لو علي كل الفنانات خصوصا المصري يعني. مين اكتر ضحكة بتعجبك من الفنانين؟ ياسمين عبد العزيز كضحكة. طبعا هي طلتها غير. اكيد انا طلتها. حلو حبيبي، عايزين اقول لك نورتنا وان شاء الله دايما ان شاء الله، وشرف لي اكون ان شاء الله كل سنه معاكم باذن الله. الله يخليك يا حبيبي، الف شكر.